لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هل الشيخ بدر المشاري مسجون؟ يعتبر الشيخ من أهم وأبرز المشايخ للدعوة في العالم الإسلامي، حيث أنه استطاع تكوين قاعدة شعبية كبيرة في غضون مشواره الدعوي بسبب أسلوبه الشيق والحماسي وروايته للقصص المؤثرة التي استطاعت من الدخول إلى قلوب محبيه ومتابعيه. ولقد ألقت القبض عليه السلطات السعودية في الآونة الأخيرة بسبب قضايا سياسية. اعتقلت السلطات الأمنية الداعية السعودية الشيخ بدر المشاري في الآونة الأخيرة بسبب أنه خرج في إحدى محاضراته يهاجم الحكومة السعودية بسبب المهرجانات الغنائية الماجنة. ولقد سارعت السلطات الأمنية السعودية باعتقال الشيخ واتهامه بالتهم التي تتعلق بالإرهاب. اتهام الشيخ بدر المشاري ليس معروفا بالكامل، لكن بحسب مراقبين تم اعتقال الشيخ بدر المشاري لانتقاده ورفضه لحركة الانفتاح التي اجتاحت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وكذلك انتقاده للأوضاع الاجتماعية في المملكة، حيث اعتقل الشيخ بدر نادر المشاري يوم 2/28/1444 هجرية الموافق 17/7/2023 من قبل الأجهزة الأمنية السعودية دون أن تذكر التهم الموجهة إليه صراحة، علما أن آخر ظهور للشيخ المشاري عبر حسابه الرسمي كان في فبراير من عام 2023. وكان الشيخ بدر المشاري ينشر العديد من التغريدات والمحاضرات الدينية في أكثر من مسجد، كما كان له العديد من التغريدات حول يوم التأسيس وتهنئة المملكة حكومة وشعبا بهذه المناسبة الخاصة. كما يعتبر الشيخ بدر المشاري من أشهر الدعاة المسلمين في المملكة، كما شغل منصب رئيس إدارة التوعية والإرشاد بالحرس الوطني، ويعمل حاليا محاضرا متفرغ للدروس الدينية. السبب الحقيقي وراء اعتقال الشيخ بدر المشاري غير معروف بدقة، ولم تكشف السلطات السعودية عن سبب اعتقاله أو حتى التهمة الموجهة إلى الشيخ بدر المشاري. لكن وفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن السبب هو رفض الانفتاح الذي حدث في المملكة في الفترة الماضية، علما أن الشيخ بدر المشاري هو أحد المشايخ الذين أمضوا حياتهم في رعاية العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي. أثارت أنباء عن اعتقال الشيخ السعودي بدر المشاري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسمت من يدافع عن الداعية ويعتبره رجل دين يدعو للصلح والخير، بينما ينتقده آخرون لما يرون في مواقفه ما يحرض الشباب ويغرر بهم. ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن بيان يؤكد أو ينفي الخبر، كما لم يصدر شيء عن الداعية أو عائلته. وانتشرت أخبار عن وفاة الشيخ بدر المشاري خلال الساعات الماضية، وأحدثت أنباء وفاة الشيخ بدر المشاري ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما أكد البعض أن بدر المشاري قد توفاه الله، نفى آخرون الخبر المتداول مؤكدين أنه عاري تماما من الصحة. وبعد انتشار تلك الأنباء على نطاق واسع، خرج الشيخ بدر المشاري ليؤكد عدم صحة تلك الأنباء وأنه ما زال على قيد الحياة. وكتب بدر المشاري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أنا بخير والله يختم لنا جميعا على التوحيد والسنة. وتفاعل متابع بدر المشاري مع التويتة التي نشرها على حسابه على تويتر، حيث علق أحد المتابعين قائلا: حفظك الله ورعاك وزادك من فضل صحة وبركة ورزقا وفيرا. فيما كتب آخر: الحمد لله، الله يطول بعمرك على طاعته يا شيخنا الفاضل، وحفظك الله من كل شر ومكروه يا رب العالمين. الشيخ بدر المشاري داعية إسلامي سعودي، إمام جامع حطين بالحرس الوطني بالرياض، ولد عام 1393 هجرية الموافق 1973 في مدينة الرياض. وتخرج بدر المشاري من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي
الإسلامية، كما أنه حاصل على الدكتوراه. ويبلغ بدر المشاري 50 عاما، جعل حياته للدين والعقيدة الإسلامية. وقدم بدر المشاري العديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج زد رصيدك، وتضمن هذا البرنامج مجموعة من السلاسل التي تحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء، منها سلسلة مع الرسول، وسلسلة وزراء الرسول، وسلسلة ورثة الأنبياء، وسلسلة أحسن القصص، وسلسلة كأنك تراه. ويحظى بدر المشاري بشهرة واسعة لدى المتابعين في السعودية والعالم العربي بتقديم العديد من دروس الدين في الفقه والتفسيرات. ويتابع بدر المشاري آلاف عبر قناته على اليوتيوب وعلى منصاته الإلكترونية المختلفة، كما يقدم العديد من الدروس التي تحظى بمتابعة واسعة. وسبب اعتقال بدر المشاري منذ عدة أيام بتهم عدة، اهتمام ملحوظ من قبل الصحف ووسائل الإعلام السعودية والعربية على حد سواء من أجل التعرف على الداعية الشيخ بدر المشاري، الذي قدم الكثير للمملكة العربية السعودية وشبابها من خلال دعوته للإسلام، والذي حقق من خلالها شعبية كبيرة في الشارع السعودي الذي يهم أخبار شيخنا الجليل. يأتي هذا أيضا بعد الإعلان عن القبض على الشيخ بدر المشاري، وحيث يبحث عدد كبير من الجمهور عن ما هو سبب اعتقال الداعية الشيخ بدر المشاري. توالت التغريدات تغريدة والأخرى على صفحات السوشيال ميديا بشكل كبير في الآونة الأخيرة من أجل التعرف على السبب الذي أدى إلى القبض على الشيخ الداعية بدر المشاري، وحيث تصدر اسمه في الساعات القليلة الماضية عدد من الصحف الإلكترونية وكذلك صفحات الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. وتعرض الشيخ بدر المشاري للاعتقال من قبل الأمن العام السعودي بسبب بعض من الأنشطة التي قام بها، منها التجاوزات بحسب ما غرد به بعض الرواد. ودشن المغردون والرواد، حيث عبر النشطاء عن حزنهم الشديد بعبارات حزينة، مطالبين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالرأفة بهذا الشيخ الجليل الذي يحظى بشعبية كبيرة في قلوب الشعب السعودي جميعا. يذكر أنه يبقى حتى هذه اللحظة خبر القبض على بدر المشاري خبر عابر على السوشيال ميديا، حيث أنه حتى هذه اللحظة من هذا الفيديو لم تعلق السلطات الأمنية السعودية على خبر اعتقال بدر المشاري، ولم يذكر رسميا عن سبب القبض عليه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.